تعالى احكي لكم شويه عن الام اس. بصوا، الام اس ده مرض مناعي، يعني المناعه بتهاجم حاجه. الام اس بقى المناعه بتهاجم المخ والاعصاب والنخاع الشوكي والجهاز العصبي، اللي هو اصلا الجسم كله وكل حاجه بتعمليها، تغميض، اكل، شرب، بلع، كلام، داخله تويلت، كل حاجه. وليه كذا مرحله، في مرحله اولى، مرحله ثانيه، مرحله ثالثه، مرحله رابعه. انا في المرحله الثانيه دلوقتي، وهي التقدمي، ان هو بيسوق لوحده، يعني ماشي في طريق الغلط لوحده. اخدت كذا دواء طبعا، كذا نوع ادويه، ولسه مجدده دلوقتي دواء. اخر دواء دلوقتي باخده اللي هو المايزن، ابتديت اخده من شهر 8، وجات لي هجمه، وانا شاكه حاليا ان انا عندي هجمه، واروح بكره اعمل رنين. اعرفوا اكتر على المرض ده، لان معظم المصابين فيه بنات، وبقينا كتير جدا جدا في مصر.